القائل: لو عرضت كل كتب الحيدري من دون استثناء كل كتبه على قانون الاستلال لرفضت جميعا. لو عرضت كتب الحيدري كل كتب الحيدري، هذا ظني هكذا اللي أنا أعتقد بصحته، كل كتب الحيدري لو عرضت على قانون الاستلال العلمي الذي يقول لا يحق لك أن تستعمل أكثر من 20% مع نسبتها إلى أصحابها، لو عرضت كل كتب الحيدري فسوف ترفض جميعا. جميعا لن يتم احتساب مؤلف واحد للحيدري، كتاب واحد لنا. أمامكم الجامعات، من لديه اعتراض على هذا الكلام يتفضل إلى الجامعات وأنا أروح معه، يذهب إلى الجامعات ويسأل المتخصصين في الاستلال العلمي كم نسبة الاستلال العلمي المسموح به مع ذكر مصدره، سيقول لك 20%، أكثر من 20% يقول لك خلاص مفهوم. يقول لك إذا ما أذكر المصدر، ما تذكر المصدر هذا سرقة، نحن نتحدث عن ذكر المصدر 20%، أما ما تذكر المصدر فأنت حرامي. حرامي علمي طبعا، لأنه لو كان حرامي مو علمي كان الحيدري يصلي على الله. هذا يسمى قانون الاقتباس العلمي. الأمر الثالث وهو أنه في هذا الوقت